تنضم إلينا من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. نسرين، أرحب بك. بداية، نتحدث عن إطلاق فعلي لبناء تونس الغد مثل ما قال رئيس المجلس. ما هي أبرز القضايا والتي من المتوقع أن يبدأ المجلس بمناقشتها؟ مرحبا فيروز. نعم، هذا كما قال رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربيلة، إن هذه فرصة لبناء تونس الغد، وأن المؤسسة التشريعية الجديدة ستعمل على تنفيذ هذا الأمر. من أبرز الأولويات وأبرز الملفات التي ظلت لسنوات يعني تعطلت بسبب الأداء السيء للبرلمان السابق كما يقول المتابعون، وتعطل إنجازه أو تقدم عفوا وتقدم فيها، هو المحكمة الدستورية. تونس ظلت لسنوات عديدة دون محكمة دستورية، وتعطل يعني التصويت وانتخاب أعضائها في ثلاث مناسبات بسبب الخلافات والتجاذبات السياسية التي كانت في البرلمان السابق. إذن هذه أوكد الأولويات. هناك أيضا ملفات أخرى تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وتسيير شؤون البلاد. هناك أيضا هذا البرلمان ببدئه العمل سينهي أو انتهت هكذا المرحلة الاستثنائية التي كانت فيها تونس تسير بموجب المراسيم الرئاسية، والآن أصبح هناك مؤسسة تشريعية يمكن أن تنظر في القوانين وتناقشها وتصدرها. نعم، طيب نسرين، ينعقد البرلمان التونسي للمرة الأولى دون حصانة تشريعية ممنوحة للنواب، ما هو أيضا وهو أيضا ما أكده الرئيس التونسي مع بدء ربما الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، ما المقصود من هذا القرار؟ وكيف نسرين ينعكس هذا القرار أيضا على النواب؟ نعم فيروز، بالفعل هذا الأمر يميز البرلمان الجديد مقارنة أو على البرلمانات السابقة التي شهدتها تونس. النواب الجدد لا يتمتعون بالحصانة. رئيس قيس سعيد عندما أصدر يعني القانون الانتخابي الجديد، والذي يؤكد على أن النواب يعني تنتفي عليهم الحصانة، لا يتمتعون بها. أيضا هناك أمر سحب الوكالة. فيما يتعلق بالحصانة، يبدو أن رئيس قيس سعيد بحسب ما يراه المتابعون للشأن السياسي التونسي اتخذ هذا القرار رفع الحصانة عن نواب البرلمان بعد أن يعني بحسب ما يقول المتابعون دائما أن هناك نواب في برلمانات سابقة يعني تعمدوا يعني استغلال أمر الحصانة للقيام ببعض الأمور المشبوهة والتي تضر بمصلحة البلاد وتضر بمصلحة المؤسسة التشريعية وصفتها. بالأمس كان هناك نائب بعد أن أدى اليمين الدستوري، جاء الأمن وأخرجه من مجلس النواب، وتم التحقيق معه وإصدار بطاقة إيداع بالسجن والتهمة، يعني بطاقة إيداع بالسجن في حقه، التهمة الموكلة إليه أو الشبهة التي يجري التحقيق معه بشأنها هي تزوير التزكيات في الانتخابات التشريعية. تم هناك المتنافسة له يعني رفعت قضية وتم التحقق منها، والآن هناك تجري التحقيقات معه في هذا الشأن. هذا أبرز العلامات على رفع الحصانة عن نواب البرلمان الجدد. نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، أشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. كنت معنا مباشرة من تونس.